زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما نتج عن هذه الزيارة المهمة؟ لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا اولا امسي عليك يا صديق شرف استاذ احمد موسى، شكرك على الزملاء وعلى الشعب المصري. لا شك يعني انت تعرف العلاقة بين المملكة ومصر، هي علاقة خوية تاريخية عريقة لها ابعاد الاستراتيجية كبيرة على المستوى سواء السياسي والاقتصادي وحتى الامن. كل يعني يعرف هذا الموضوع، ودائما نقول بان المملكة ومصر هما جناح الأمة العربية وقوتهما السياسية والدفاع يعني عن الحقوق العربية في المحافل الدولية او ايضا الزيارات المتبادلة. ليش غريبة؟ وهذا ما يؤكد عمق العلاقة ومكانتها ايضا في مواجهة التحديات واي من يحاول زعزعة هذه الامور. وهذا كان يعني اندرج في البيان المشترك اللي صدر اليوم عن القمة السعودية المصرية اللي عقدت في الرياض. الجانبان اكدا على ان الامن العربي كله لا يتجزا، على اهميه العمل العربي المشترك، التضامن العربي الكامل للحفاظ على الامن القومي بما لدى دول من قدرات وامكانات وحلها الاطلاع بهذه المسؤوليات ومواجهه التحديات. ولا شك ان السعوديه ومصر يعني عملهما تكاملي يحقق الكثير من الامه العربيه ويحقق ايضا في اطار عملهما دعم امني واستقرار المنطقه. طيب استاذ جميل، التوقيت، توقيت هذه الزياره، الازمه الروسيه الاوكرانيه، تاثير هذا الامر على المنطقه، وايضا مؤكد هذه الامور لن تغيب عن هذه المباحثات بين البلدين الكبار. طيب خليني اعود اولا، انت تعرف ان الزياره، اقول عن الزياره مهمه. نعم. كونه نصفها بالتاريخيه باي وقت، الزياره بين البلدين هي فعلا تاريخيه ومهمه ولها يعني ابعاد يعني سواء من ناحيه دعم الامن والاستقرار وكذلك تعزيز التعاون وكل هذه الامور واضحه. لكن نعرف اليوم انه في ازمات في العالم، واحده من الازمات الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهذا لابد ان يكون هناك زياده في التنسيق، زياده في التعاون، زياده ايضا في سياسه التقارب والاخاء والمواقف اللي يتم بناء عليها ايضا اعلان مواقف تاريخية. لا شك انه هذه من الامور الجيده. الشيء الثاني، التصريحات السعوديه المصريه دائما يعني نجدها على شكل تبادل اعلام ان امن البلدين واحد وانهما متحدان في مواجهه اي تحديات ومخاطر، اي مخاطر مشتركه. هذا ما يؤكد هذا الامر. الشيء الاخر، المنطقه اليوم الاقليم ايضا يحتاج الى الكثير من هذه الامور، تاكيد على اهميه العلاقات السعوديه المصريه ومكانه البلدين سواء على مستوى الاقليم او على مستوى العالم. ونتذكر جميعا يعني انه هذه العلاقه تمر بكثير من التحديات وتمر بكثير من الازمات على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقه، وما اكثر يعني هذه التحديات سواء على مستوى الارهاب سواء على مستوى الازمات العاديه، لكنه تظل هي متميزه وراسخه واكبر من اي محاولات لتعكيرها. المملكه ومصر قوتها اي سيتان فاعلتان في التحالف سواء العربي لاعاده الشرعيه في اليمن او التصدي للعدوان او التدخلات في الشؤون الداخليه العربيه، او اي جهات تحاول يعني التدخل في الشؤون الداخليه العربيه او تهديد استقرار وتقويض مصالح الشعوب العربيه، كان لها مواقف تحترم، وهذا الدلاله على احترام سياده الدول واحترام حسن الجوار والعمل سويا نحو تجاوز هذه التحديات والمخاطر. واليوم الزيارة تؤكد على ذلك، وأنه مستمرة الرياض والقاهرة في عمل ما يمكن لمصلحة الشعوب العربية أولا وأمن الإقليم وكذلك أمن العالم. البيان المشترك في طبعا كل نقاط مهمة جدا، ولكن هركز في ثلاث نقاط محددة مع حضرتك أستاذ جميل. الجزء الأول هتكلم فيه أنه التنسيق مصر والمملكة العربية السعودية، التنسيق العسكري والأمني، والتأكيد على خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام الإيراني لأسلحة الدمار الشامل على المنطقة وعلى العالم، واتكلموا على أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لابد أن يتم بمشاركة دول المنطقة. طبعا مهم تعرف البيان حقيقة فيه شمولية عالية وفيه تكامل بين البلدين بشكل يعني
مهم. والأهم من ذلك أنه كما لاحظت يعني مجموعة من الأمور اللي نعرف خطورة السلوك الإيراني، وهذا أكد عليها البيان، خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة، خطر امتلاك النظام نظام البلاني تحت الدمار الشامل على المنطقة وعلى العالم. نعرف تأثيرات مثل هذه الأسلحة النووية على دول الإقليم وكذلك على العالم. أن يكون أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لابد أن يكون بمشاركة دول المنطقة. شو دول المنطقة معروفة اليوم حساسية هذا الموضوع، ليس الغرب وحده أو خمسة، جائز واحد يجب أن يكون هو صاحب القرار في هذا الأمر. يجب أن يكون هناك أطراف من دول الإقليم، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، يكون هناك أطراف معنية بهذا الأمر، أمن الإقليم، وليس فقط التحاور والتشاور مع إيران نحو الاتفاق ومن ثم غض النظر عن دول الإقليم. لا، لابد أن يكون هناك، لأنه هناك تهديدات مباشرة لأمن دول المنطقة. وهذا ما يؤكد، وهذا البيان اللي يؤكد على الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري، تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية، وهذا موضوع أمني مهم جدا. كما يعني تذكر أنا تحدثت معك كثيرا في حوارات سابقة على موضوع أيضا الحوثي اللي هو جعل من اليمن أيضا السباحة، وكذلك في العراق السباح أيضا دماء الشعب العراقي، وكذلك في سوريا وفي لبنان، وحتى أنه خرج يفرخر بأنه احتل 4 عواصم عربية. اليوم المملكة ومصر تعمل في هذا الاتجاه نحو تعزيز هذا التعاون وتحقيق التكامل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحفظ أمن الإقليم ويحفظ أمن البلدين ويؤسس لعمل تعاوني من مصلحة الرياض وكذلك القاهرة والشعوب، التنسيق بين